السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. بداية أعتذر على هذا الغياب الذي تزامن مع العطلة، وأشكر كل من سأل عني من قريب أو من بعيد. إن شاء الله راكم كامل بخير أخواتي. وصفة اليوم بإذن الله عبارة عن حلوى رائعة المذاق بمقادير اقتصادية. هذه الحلوى ممكن تحضيرها في كل المناسبات السعيدة، سواء كانت أفراح أو نجاحات أدامها الله على الجميع. هذا النوع من الحلويات يقدم مع المشروبات أو العصائر. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم. نبدأ على بركة الله بالمقادير. راح نحتاج إلى 4 حبات بيض، 3 ملاعق كبيرة من السكر العادي، و 2 ملاعق كبيرة من شوكولا تويسكو. راح نخلط كل هذه المقادير بالخلاط الكهربائي. نضيف نصف كأس من الزبدة مذابة وتكون باردة. هذا هو الكأس المستخدم بحجم 200 مللتر، يعني حجم صغير نوعا ما. نضيف كأس بنفس الكأس، راح نضيف كأس من الجوفريت بذوق شوكولا، يكون مرحي بهذا الشكل، وكأس من كاوكاو يكون محمص ومرحي بهذا الشكل أيضا. ونخلط كل المكونات بالخلاط. في الأخير راح نضيف 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو، نوع الكاكاو البني، وكيس من الخميرة الكيميائية، ونخلط. إذا ما نحصل على خليط يكون ثقيل يشبه في خليط الكيك. الآن راح نحتاج إلى هذا النوع من القوالب. ندهنهم بكمية من الزبدة ونرش عليهم كمية من الفرينة، وراح نضع في كل قالب كمية من الخليط، هنا حوالي 3/4، لأنه هذه الحلوى راح تنتفخ معنا. بعد ما نملأ كل القوالب نقوم بإدخال الحلوى لفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة. هذا هو شكل الحلوى أخواتي بعد إخراجها من الفرن. هنا لا تزال ساخنة، راح أتركها تبرد ثم أقوم بإخراجها من القوالب. الآن راح نحتاج إلى الكراميل الذي يباع جاهز. ممكن نستخدم نسلي كراميل أو هذه النوعية اللي متوفرة في الأسواق، اللي ممكن أننا نعوضها بطوفيا كراميل. راح نحتاج إلى كمية كما قلت من الكراميل. راح نضيف فوق كمية من الماء الساخن. ونخلط حتى تذوب تماما وتندمج. هنا كنت أضفت كمية أخرى من الماء الساخن. يجب أن يكون هذا الخليط مخفف، يعني يشبه في خليط الشربات اللي نسقي بها الكيك. بعد ما تبرد الحلوى نقوم بإخراجها من القوالب بكل سهولة. راح نتحصل على حلوى إسفنجية خفيفة. الآن نقوم بسقيها بها خليط وخليط كراميل. إذن بواسطة فرشاة راح نسقيها بهذا الخليط. نقوم الآن أخواتي بتحضير الكريمة. راح نحتاج إلى كأس من غبرة الشانتيي، راح نطلعها بواسطة الماء اللي هو نصف كأس من الماء البارد. راح نستخدم الماء بدل الحليب حتى نحتفظ بالحلوى لمدة أطول. وراح نضيف أيضا كمية من شوكولاتة الطلي، لا ممكن أننا نعوضها بالكاكاو. راح نخلط كل هذه المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي. نزين الآن الحلوى بالكريمة بعد ما وضعتها في كيس حلواني وبه رأس مسنن. نزينها في المنتصف.
هذا الشكل. هنا ممكن اننا نزينها من فوق بكميه من حبيبات الشوكولا او رقائق الشوكولا هنا على حسب الذوق. هذه هي الحلوى اللي حضرتها معكم اليوم اخواتي، كانت حلوى سهله اقتصاديه في متناول الجميع بذوق اكثر من رائع. هنا زينتها بالكريمه بذوق الكاكاو وشوكولاته الطلي. هذه الحلوى يمكن الاحتفاظ بها لاكثر من 10 ايام في الثلاجه بما اننا حضرنا كريمة الشونتيه بالماء. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.